شكل مسلسل صبايا لدى عرضه بجزئه الأول حالة جديدة لدى الجمهور العربي، فهو أول المسلسلات التي استعرضت حياة خمس فتيات لكل منهن حكايتها في قالب اجتماعي كوميدي. نقول أكشن؟ أنا نفسيتي هاي الفترة متحملة أبداً موضوع التمثيل. اليوم وبعد مرور 10 سنوات على عرض الجزء الخامس، يستعيد المسلسل الجزء الأكبر من أبطاله الرئيسيين مثل ديما بياعة وجيني أسبر وديما الجندي. صبايا فليكس. أول شغلة أنا كتير اشتقت أرجع صور بالشام، يعني تقريباً صلي 12 سنة. والشيء الأكثر اللي أنا حبيته إنه شخصية لبنى هي شخصية كتير عزيزة على قلبي، ولبنى تركت أثر كتير كبير عند مجموعة كبيرة وشرائح مختلفة من المجتمع هون السوري. فصراحة ما قدرت أقول لا، يعني أول ما اتصلوا فيني وخبرني الأستاذ عماد عن الشخصية كتير فرحت، حقيقة فرحت كتير كتير، وخاصة لما بشوف الجمهور عم يطالب أصلاً بشخصية لبنى بصبايا، هذا دليل معناتها على محبتهم للشخصية. ودائماً هي الشخصيات البسيطة بتكون أقرب للعالم، وأنا بيستهويني الحقيقة هذا النوع من الشخصيات وبحبه وبتعامل معه كجزء من شخصيتي أنا. هلأ هي لبنى بالأخير ضيفة جاية على هذا الجزء، فبالتالي ما كتير يعني فعلا رح يكون قليل بس كتير بنفس الوقت، يعني نحن ما منشوفها كتير بس بآخر حلقتين نحن رح نشوف قدية هي وجودها بين الصبايا رح يعمل فرق كبير. I love you so much mom. يقوم الجزء السادس من صبايا على فكرة أن البطلات القديمات أصبحن أمهات، كما سيقدم مجموعة جديدة من حكايات فتيات الجيل الجديد، حيث سيركز على الاختلاف ما بين الجيلين في التفكير والتعامل مع الحياة وطموحات وأهداف صبايا هذا العصر والصبايا التي تحولنا إلى أمهات بعد مرور كل هذه السنوات. ليكو بكرة بتضبوا غراضكم وتجوا على البيت. أنو بيت؟ بيتي. بالحقيقة هو مسلسل مثل ما قلتي له جمهوره والعالم بتحبه، وأنا من الصبايا اللي كنت بطفولتي بمراهقتي يعني شوف بأنه هل أنا مع الأيام ممكن روح واسكن مع صبايا رفقاتي ويصير بيناتنا كل هاي المواقف الحلوة واللي أحيانا بتزعل، فكان بذاكرتي بمكان أكيد بتحمس. أنا أول ما أجاني هيك صفنت أنه أنا كنت بهذا المكان هيك أحلم أني أنا أعيش هاي التجربة، وكبرت وعشتها. اليوم في شخصية جديدة اللي هي رهف، هي شوي ما بتشبه الصبايا بمكان انه هي حدا عفوي جدا، حدا شعبي دائما عنده اسلوب مختلف، ممكن احيانا بيعمل مشاكل احيانا بيلاقي حلول، فكتير هي مختلفة ومتفردة وقريبة للقلب. ففي علاقة خاصة بين ميديا ورهف، هي اللي بتقدي انه رهف تسكن معهم بالبيت وتمشي معهم بخط البيت. وبعرفك على حال، كنت مدير أعمال للفنان الإيطالي المعروف كلوتو دون شاباتو. شو؟ وكمان الفنان الفرنسي سيمون كونستيون. وجوه جديدة تقف أمام الكاميرا للمرة الأولى في هذا المسلسل، لعلها فرصة لهن لانطلاقة فنية حقيقية. بدي هذا الفعل يصير على الواقف لو سمحتي. فالمسلسل وإن كان ينضم إلى قائمة الأعمال الكوميدية الاجتماعية، فإن هذا لا يعني أن أداء دور تمثيلي هو أمر سهل على الإطلاق. وأنا ميرا كمان في أتهرى التسعة. أهلا وسهلا فيكم بكواليس مسلسل صبايا الجزء السادس. أنا لينا ضحية من الجيل الجديد مع الصبايا، انضميت لهم وأخذ شخصية ميرا. ميرا هي بنوتة
اشتغلت شيء ما بيشبهها، وهي مثل ما بيقولوا شغلة العصر، بلوجر، وبتنضم للصبايا لحتى تشاركهم مشروعهم اللي هو شوي نوعا ما قريب منها. هي عندها تو كاركترز، مثل خلينا نقول نسبة كبيرة من البلوجرز بنشوف على الشاشة شيء وبنشوفها بين رفقاتها حدا تاني، بموبايلها بنشوفها حدا ظريف بس ما بيشبه مين هي بين رفقاتها وبين ناسها. تجربتي الأولى كانت صعبة بالنسبة إلي لأني عم بوقف مع نجوم صلن زمان بالوسط، وكانت بنفس الوقت يعني نوعاً ما أريح من شو كنت أنا متوقع، لأن الصبايا كانوا كتير متعاونين معي وكتير ساندوني. أصعب شيء بمهنة التمثيل هو إنه الواحد ما بيكون حاسب حساب التعب والجهد والوقت اللي بده يبذله، وأصعب شيء كمان كانت اللحظة الأولى قدام الكاميرا، وخصوصي إنه كانت أول لحظة إلي بوجود كل الصبايا، فكنت نوعاً ما بدي ورجيهم إنه أنا قد المستوى وخرج كون بين الصبايا. وشغلة تانية كانت ملبكة إنه أنا أول مرة بكون عم بتعامل مع كاميرا، خلص يلا لايف رول وحطينا تحت الأمر الواقع. الممتع هو إنه بتحس حالك عن جد مع رفقاتك ومع ناسك، يعني اللوكيشن صار بالنسبة إلي كأني جاي أشوف رفقاتي، كأني جاي أشوف أهلي، فهو كان كتير شيء حلو وخصوصي لتجربتي الأولى. مسلسل صبايا مميز لأنه كلنا بنحب نشوف جماعة البنات وطريقة حياتهم ولهفتهم لبعض، وكل وحدة عم بتكون إلها كاركتيرها الخاص، فمنشوفهم كلهم سوا في كذا منحة، وكل حدا بيلاقي صبية بتشبهه وبتشده للمسلسل. هلأ على الصعيد الشخصي أنا بحب كل الصبايا، بس على صعيد كاركتيري حسيت أكثر شيء بيشبه ميديا. ميرا هي دائما بتكون الايدل تبعها أو الشيء اللي بتحب تلحق أو تكون مثله ستار، هي ميديا. Happy birthday to you. شو اللي زعجك بهدول الصبايا؟ مصاريك عم تروح هيك على الأرض وأنا واقفة هيك عم بصفهم فيك، معقول؟ بهذا الدور بالذات كان في هيك تحدي بالنسبة لإني، إني أنا أعمل شيء لايت كوميدي لأول مرة، تجربة جديدة بالنسبة لي طبعاً، إن شاء الله العالم يتحبون فيها. ورغم إنه هو طبعاً مانفو كوميدي، إنما يكون في هذا الهامش الشرير يعني العالم طبعاً متعودة عليه، يمكن ما بعرفه يعني أنت بتعرفيه والله كتير شرير. كيف بس رايحة بهذا الاتجاه دائماً ما بعرف ليه، بس الحمد لله. أيهم خطيب ولي؟ خطيبي أيهم. إنه أي كارثة بتصير وراها الطنطريري مثل شو؟ بهذا الجزء يعني كبروا الصبايا، تغيروا الصبايا، ظروفهم تغيرت، فهي الفكرة كتير جديدة وحلوة، ومو غلط إنه مثلاً نحنا نرجع. لا في كتير مثلاً تعليقات إنه لا ما عادوا صبايا، طيب يعني مو معناتها إذا واحدة مثلاً خلينا نقول تجاوزت 40 فهي ما عادت صبية، بالعكس هي أنا برأيي عزة، ونحنا عم نسلط الضوء على هدول الناس بهذا العمر، ونحن ما بنقول ختيار عنه. الصبايا لا يقفن أمام الكاميرا فقط، ففي موقع التصوير تجد الكثير من الفتيات خلف الكاميرا أيضا في مهام كانت حكرا على الرجال لزمن طويل. أهلا وسهلا فيكم بمسلسل صبايا الجزء السادس. أنا رشا نجار، مهندسة الديكور وأرت دايركتر العمل. هلأ نحن خط الوصل بين الفيجن والمخرج وبين الإنتاج، فبدك تحققي الكونسبت تبع النص برؤية المخرج ببكت الإنتاج. هيدا الشيء بينعمل بس حقيقة هو بده كتير تركيز لحتى يضل ماشي صح، فبكون أنا دايماً بالنص بين الاثنين. يعني الحقيقة نحنا منبلش شغلنا من وقت اللي بيخلص النص، يعني نحنا منبلش ندور على اللوكيشنات اللي منصور فيها مثل أي عمل. صعوبة هيدا العمل إنه نلاقي شيء مودرن وبنفس الوقت نقدر نعمل ميزانسين للألوان من أول لوكيشن لآخر لوكيشن بين متفرقات وبيوت الصبايا، ويكونوا مربوطين بطريقة معينة وأخذين نفس التيم. مسلسل صبايا يعني نحن فورا متخيل أنه مصور ببيروت أو بدبي، ستايل البيوت هناك أميل لهيدا اللوك، يعني فينا نقول أنه بتلاقي بيوت مودرن إندستريال ديزاين معمولين روستيك. هون نحن بيوتنا شوي تقليدية، حتى الفخم منه هو تقليدي، فنحن حاولنا نلاقي أقرب شيء يأملنا مساحة وضوء ووسع للتصوير، بنفس الوقت نقلب الديكوريشن تبعه كله لنوصل للحالة تبع صبايا عايشين سوا. أنا ماني مشتغلة قبل عمل بهيدا الروح، يعني هيدا اللايت الخفيف الملون، مشتغلة شيء درامي أكتر، ف
فكان بالنسبة إلي تجربة حلوة إني خوضها. إحنا رح نشوف المسلسل، رح نشوف لوكيشنات، حنفكر إنه هي هيك، بس هي ما أنا هيك أبداً. هي ولا لوكيشن تصور فيه على حاله، حتى الكافيات قلبناهم قلب، يعني من أبسط تفصيل. يعني أي كافيه هو تقريباً أنت بتشتغلي إنك تطلعي طاولات، توسعي، تغيري بالتوزيع. هيدا أبسط شيء نعمل. البلوكات البيوت هنا أصعب شيء. البلوك الرئيسي اللي هو منزل الصبايا وشقة البنوتات الصغار الشقة العلوية. مش هيمشي قبل ما يشرب حاجة. نفسية. يوغي يا صبايا، كله ريدي؟ راح أعمل كاستنج.